الله مع الأخت تسنيم، راح تحكي لنا عن أدلت فن النظري. أخت تسنيم تفضلي. طيب تمام، يعطيكم العافية جميعا وأهلا وسهلا فيكم في خلينا نحكي اللقاء التعريفي الأول بمادة الأدلت ون. إجمالا أنتوا هاي أول مرة رح تطلعوا فيها على المستشفى ورح تتعرفوا فيها على النظام اللي نحن بنمشي فيه. خلينا نحكي بتخصصنا. التجربة بالنسبة لكم رح تكون يعني تجربة جدا ممتازة وجدا رائعة وحتستمتعوا فياتها. حتشوفوا شغلات أكيد ما مرت عليكم قبل، يعني إحنا هلأ بنبلش بإشي مختلف عن اللابات اللي كنا فيها في الجامعة، من نظام تقييم، من طبيعة الدوام وإلى آخره. رح أبلش أول إشي بالمادة النظرية. أول إشي رح أحكي لكم عن المادة النظرية، وححكي لكم فيها عن إيش المادة بتحكي، كيف رح ندرسها، كيف تقسيمة العلامات فيها، وهل هي إلها علاقة بدوام المستشفى أو ما إلها علاقة فيها. بالنسبة للمادة بشكل عام فهي كثير قريبة من الإشي اللي إحنا رح نشوفه في المستشفى، يعني الأمراض اللي إحنا بدنا ندرسها في الأدلت ون النظري بالغالب إحنا لما نطلع على المستشفى رح نشوفها، فبالتالي الربط بين الإشي النظري والإشي العملي رح يكون كثير أسهل علينا من المواد الثانية اللي إحنا ما بيكون فيها ربط بين النظري والعملي. تقسيمتها بتكون 50 فاينل كالعادة، 30 ميد و20 assignment. هذا الأسايمنت بيكون يا أرتيكل إحنا نطلعها مثلاً ونحللها عن شو بتحكي، شو الأهداف اللي فيها، شو النتائج اللي إحنا طلعنا لها، أو زي ما صار فينا بالفصل الماضي إنه إحنا أخذنا كيس فيها وصف معين، سانو سمتمز معينة، وحللناها وكان في عندنا مجموعة من الأسئلة وحليناها ورفعناها. ممكن يكون هيك وممكن يكون هيك حسب الإشي اللي رح يكون لقدام من قرارات الجامعة. يعني إذا الجامعة قررت إنه إحنا بدنا نعمل ميد وفاينل رح يكون التقسيم بهاي الطريقة، إذا الجامعة قررت إنه إحنا بس بدنا نعمل فاينل فبتصير التقسيم بس على أسايمنتات وفاينل نهائي. بالنسبة للأدلت النظري لما إحنا نجي ندرس منه، فأول إشي إحنا بنعتمده اللي هو الميديكال سيرجيكال، لأنه فياته الباثوفيسيولوجي، فياته النيرسينج دايجنوسيس، بيكون فياته النيرسينج انترفينشن وإلى آخره. برضو بالأدلت ون السلايدات بتكون كافية للأمانة، بس الناس اللي بتحب تدرس الكتاب هي اللي بترجع للميديكال سيرجيكال. السلايدات ما بتكون كافية لحالها، أكيد لازم الواحد يكتب فيها نوتاته، لازم الواحد يكتب ملاحظاته مع الدكتور، وبالغالب إحنا كان فريقنا بيوفر هاي النوتات من باب التسهيل عليكم. دكتور أحمد عقل تحديداً بحب في بعض الأحيان يعطي لطلابه ملخصات، فبرضو هاي الملخصات بتكون كافية إنه الواحد يدرس عليها، لكن أنا شخصياً بشوف إنه الواحد يدرس من السلايدات أو من الكتاب ويتمكن منه ويفهمه ويكون فاهم كل مرض عن شو بيحكي أولاً، بعدين بيقدر يرجع للملخص من ناحية مراجعة أو من ناحية تثبيت معلومات فقط. هذا بالنسبة لمصادر الدراسة. بالنسبة للمحتوى فمادة الأدلت ون تعتبر من أمتع المواد اللي الطالب ممكن إنه ياخدها. ليه؟ لأنها بتبلش تحكي عن شغلات إحنا بالغالب كتير معرضين إلها. يعني مثلاً أول إشي بتحكي عنه اللي هو السكري. هلأ مرض السكري بالغالب هو موجود بكل بيت، إذا مش بكل بيت فهو في بيت مثلاً عمنا وخالنا أو جدتنا وإلى آخره. فلما أنت تكون عندك حالة معينة مثلاً أو واحد أنت بتعرف وصار عنده هذا المرض وأنت رحت درست عنه وفهمت إيش كيف المرض بيصير وكيف طرق علاجه وإيش الأدوية وإلى آخره، أنت بتصير تربط بين المرض اللي درسته وبين الإشي اللي أنت عم تاخده بالجامعة وبين الناس اللي أنت عم تتعامل معهم بحياتك. لقدام مثلاً بتصير تحكي عن أمراض الغدد، أمراض الغدد إشي كتير شائع بالنسبة لإلنا، فبالتالي أنا لما أدرسها أجي أتعامل مع الناس رح أربطها مباشرة. نفس الحكي أمراض الدم اللي هي زي الأنيميا مثلاً، أنا كمان كتير معرض إني أنا أشوفها من أمراض الدم أو من الأنيميا اللي إحنا ممكن نشوفها اللي هي سببها نقص الحديد، فأنا ممكن أكون أنا شخصياً عندي نقص حديد فأنا بصير أطبق على نفسي. والإشي الأكبر أو خلينا نحكي الجهاز الأكبر اللي بندرسه في الأدلت ون هو الجهاز الهضمي، فمنبلش ندرس كل الأمراض اللي ممكن إحنا نشوفها
فياته من ندرس طبعاً أول إشي تعريف عام في المرض، كيف بيصير، إيش الأعراض تبعته، كيف إحنا بدنا نعالجه، إذا في له أدوية أو فحوصات معينة. مثلاً رح أطرح مثال كتير سريع، مثلاً مرض الزائدة، بأخذ الزائدة أول إشي بعرف شو هي الزائدة، كيف بتصير، ليش بدها تصير عند الواحد، وشو الأسباب اللي بتصير عشانه. بعدين بدرس الأعراض تبعتها، أنا كيف بدي أعرف إنه هذا المريض عنده زايدة أو لا، سواء من ناحية فيزيكال، عفواً الأعراض تبعته، مثلاً واحد عنده وجع في خصرته اليمين أو في خصرته الشمال، إيش الصح منهم. بعدين ببلش أخذ الفحوصات اللي أنا بدي أعملها عشان أتأكد إنه هذا عنده الزايدة، مثلاً الفيزيكال إكزامينيشن. تاني شغلة ممكن أعملها مثلاً فحص، لنفترض صورة، مع انه مش كل إشي بحكيه هو ممكن عن جد يكون مطبق، بس انا عم بضرب مثال. بعدين ببلش ادرس ايش الاشياء اللي انا بدي اعالج فيها هذا المرض، ممكن انه انا مثلا استغني عنها في ادويه، ممكن تكون بحاجه عمليه، ممكن تكون بس بحاجه لخلينا نحكي علاج طبيعي او علاج وظيفي والى اخره. طبعا لانه احنا هون ببلش ندخل في عمق التخصص، ببلش ندخل في التمريض خلينا نحكي الحقيقي، الأشياء اللي أخذناها بالأساسيات اللي هي الدياجنوسيس والإنترفنشن والبلانينج، من هاي الأشياء رح أبلش أطبقها هون. فكل مرض إحنا مطالبين نعرف الدياجنوسيس تبعه، مثلاً واحد عنده مشكلة في التنفس، فإحنا بنحكي ineffective breathing pattern مثلاً، أنا مطالب أعرف الدياجنوسيس، ومش بس أعرف دياجنوسيس واحد، لا أنا مطالب أعرف أكثر من دياجنوسيس عن هذا المرض، وحسب حالة المريض أنا ببلش أحدد الدياجنوسيس المناسب. وبعديها طبعا بنبلش نحكي عن الانترفنشن والبلانينج والى اخره. هذا بشكل عام بالنسبه للمحتوى. يعني هذا اجمالا عن الادلت وان، حكينا كيف ندرسها، حكينا ايش المحتوى تبعها، حكينا عن العلامات تبعتها. بس في نقطه اخيره بدي اتطرق لها، انتم هذا الفصل نازل ماده عند دكتورين، دكتور احمد عقل ودكتور رقيه. دكتور احمد عقل بالغالب بفضل انه هو يتعامل مع السلايدات، دكتورة رقية بتفضل إنها هي تتعامل مع الكتاب، بس طبعاً أكيد بيكون الامتحان موحد عند الطرفين. هاي يعني بس نقطة واحدة حبيت أوضح. إذا عندكم أي سؤال عن الأدلة النظري تحديداً قبل ما ننتقل للعملي، تقدروا تحطوه بالكومنتات عشان إحنا نجاوب عنه. رح أستنى تقريباً 3 دقائق تحطوا أسئلتكم، بعدها ننتقل. أي حدا بيسأل إذا إحنا حفظنا البث أو لا، البث رح يكون محفوظ إن شاء الله. في حدا عنده أي سؤال عن الأدلت النظري؟ تمام. في سؤال بحكي يعني دكتورة رقية بتشرح عن الكتاب مش سلايدات، ودراستنا حتكون من الكتاب عند دكتورة رقية. دكتورة رقية في المحاضرة بتشرح على السلايدات أكيد، لكن هي بتفضل دراسة الكتاب وبتخطط للطالب على الكتاب. يعني لو الطالب عنده الكتاب فبتحكي له بالصفحة الثانية التالية مثلا حط 1 2 3، يعني بتخطط على الكتاب. بس مثل ما حكيت لكم الأخير الامتحان موحد، فدراسة السلايدات مع النوتات كافية. تمام، هذا بالنسبة للسؤال الأول. في حدا عنده أي سؤال تاني؟ تمام، إذا إجا أي سؤال تاني ممكن أجاوبه بعد البث إن شاء الله. هلأ رح أنتقل للأدلت العملي، وبقدر أحكي إنه بصراحة الإشي اللي بهمكم بشكل أكبر هو الأدلت العملي. هلأ بس في نقطة مهمة بدي أوضح لكم إياها، إنه مس ريم قالت لكم نزلوا التيمز على موبايلاتكم، لأنها هي رح تضيفكم على جروب. في ناس انضافوا على الجروب وفي ناس لسه عم بتم إضافتهم، فلا تخافوا إن شاء الله من هون ليوم الأحد ما في طالب إلا رح يكون مضيوف على جروب التيمز تبع المادة. مش لا يعني وجود جروب التيمز انه الماده صارت اونلاين، ابدا يا جماعه ما صار هذا الحكي الا اذا طبعا طلع قرار من وزير التعليم العالي. هذا الجروب بس موجود عشان اذا المس بدها تبلغكم اي اخبار عاجله، يعني بنقدر نحكي بدل ما المس تنزل اعلان على الاي ليرنينج ومش الكل ينتبه عليه، بننزل الاعلان على تيمز وهيك بتضمن انه الكل شافه.
وانتبه له. هذا بالنسبة للتيمز. الإشي الثاني اللي أنتوا سألتوا عنه اللي هو الأورينتيشنات، هلأ بالشرح لقدام رح نتطرق إلها ورح أحكي لكم كل التفصيلات عنها. تمام. بالنسبة للأدلة العملي فإحنا رح أحكي لكم بشكل عام عن المادة وعن كل الأشياء اللي أنتوا ممكن تشوفوها. رح أحكي لكم عن الأورينتيشن، إحنا شو من ناخد في الأورينتيشن، شو الأوراق اللي أنا بحتاجها في أدلت 1، وكم ورقة أنا مطلوب مني أعبي. ورح أحكي لكم بشكل أساسي عن شعور أول مستشفى يعني. تمام. بس في سؤال رح أجاوب عليه، إنه في احتمالية يصير أونلاين اللاب؟ ما في أي شيء واضح حالياً للآن، قرار إنه الدوام في المستشفى إلا إذا طلع قرار من التعليم العالي وقطع كل اللابات لكل الطلاب، غير هيك الدوام في المستشفى على الأكيد. في سؤال تاني إنه بتنصحوا بالكتاب أكتر للأدلت 1؟ أنا شخصياً بفضل دراسة الكتاب، بس برضو قلت لكم السلايدات كمان كافية عشان الناس اللي سألت. تمام. أوكي. بالنسبة للأورينتيشن، هلأ الأورينتيشن هو عبارة عن محاضرة، خلينا نحكي، بس هاي المحاضرة بتكون كتير طويلة، بتبلش الساعة 8 خلص الساعة 1:30، بس مس ريم هذا الفصل قررت إنها شوي تقلل الوقت فخلته يبلش على 9 وبيخلص على 1:30 بدون أي بريك. بضل ناخذ محاضرة فيه طول الوقت. هاي المحاضرات طبعاً ما بيعطيها شخص واحد أو مس واحدة، بيكون على غالب مس وأستاذ أو مستين أو أستاذين وإلى آخره، يعني بيصير فيه تناوب عشان الواحد ما يزهق. الأيام طبعاً اثنين وأربعاء لجماعة اثنين أربعاء، ثلاثاء وخميس لجماعة ثلاثاء وخميس. أول يوم ببلش الاثنين القادم ولجماعة اثنين أربعاء، والثلاثاء القادم لجماعة ثلاثاء خميس. بضل الأورينتيشن لمدة أسبوعين، يعني إحنا بنحكي عن 4 أيام ناخد فيهم الأورينتيشن. ولأنكم أنتوا أخذتوا لاب الأساسيات أونلاين، رح يكون في يوم واحد تعويضي لإلكم عن اللاب، بس ما رح تكون مدة طويلة زي الأورينتيشن من 9:30 للتنتين. رح تكون مدته بالغالب ساعتين تتدربوا فيها بشكل أساسي على الميديكيشن، لأنه الميديكيشن كتير مهم وأنتوا رح تتعرضوا له في المستشفى. بعديها إن شاء الله بتنزلوا على المستشفى وبكون في لكم توزيعات. يعني هيك صفت أيام الأورينتيشن 5، 4 منهم نظري، 1 منهم تدريب عملي للاب الأساسيات. برجع بأكد إنه هذا اللاب هو تعويضي مش إجباري، هو لاب اختياري. يعني الطالب اللي بيحكي إنه أنا حس حالي مكتفي من هذا الموضوع عادي بيقدر إنه هو ما يحضر هذا اللاب. بالنسبة للمحتوى اللي إحنا بندرسه بالأورينتيشن، فإحنا بندرس زي ما نحكي أساسيات عشان إحنا لما نطلع عن دوام المستشفى نكون فاهمين. بندرس فياتها عن الإي سي جي وكيف بيصير الإي سي جي وتخطيط القلب وإلى آخره، وفي احتمالية إنكم تطبقوه في المستشفى. بندرس فيها عن الأدوية والكالكوليشنز تبعتها، يعني كيف نحسب، لأنه برضو أنتم في المستشفى رح تكونوا مضطرين، خلينا نحكي، إنكم أنتم تحسبوا الجرعات المريض وإلى آخره، وتكونوا فاهمين كيف إجت الجرعة. يعني لما أنا مثلاً أحكي 2 × 3 × 3 شو معناها، لما أحكي 1 × 2 شو معناها وإلى آخره. مندرس كمان عن الفلويدز والإلكترولايتز، أنا لازم أكون فاهم شو يعني آيزوتوبيك سوليوشن، لازم أكون عارف شو يعني هايبوتونيك سوليوشن، مين المريض اللي بعطيه هايبوتونيك سوليوشن، مين المريض اللي بدي أعطيه آيزو، طب مين المريض اللي بدي أعطيه هايبر. هذا كل الحكي بندرسه بالأورينتيشن وبنكون فاهمينه. في كمان إشي بناخده بالأورينتيشن اللي هي زي مصطلحات بسموها نيرسينج تيرمينولوجي، نستفيد منها طبعاً في المستشفى. في شغلات كتيرة رح تلاقوها مرت عليكم، وفي شغلات بسيطة جداً بتلاقوها ما مرت عليكم. مثال على المصطلحات اللي إحنا بنشوفها subjective data، objective data مثلاً، هاي الكلمات اللي إحنا يعني ناخدها أو بنعرفها. كيف بتكون دراسة الأورينتيشن؟ الأورينتيشن فيه له سلايدات مثله مثل أي مادة تانية، بتنزل بالكشك تشتروها وبتصيروا تتبعوا مع المس أو الأستاذ اللي عم بيشرح لكم، وبتكتبوا نوتاتكم إذا احتجتوا. طبعاً وجود السلايدات وإنك أنت تكتب نوتات لا يغني أبداً عن فكرة إنه أنت تجيب دفتر خاص فيك، دفتر نوتات، مو شرط يكون طبعاً دفتر كتير كبير، عاد لو كان دفتر بحجم متوسط أو صغير، بحيث إنك أنت تكتب نوتاتك الخاصة فيك. إذا حسيت إنه في نقطة أنت ما فهمتها، أو إذا حسيت إنه في نقطة ما كانت واضحة عليك، ما في مشكلة إنك أنت تكتبها بخط إيدك، أو خلينا نحكي بلغتك البسيطة العامية، مش باللغة اللي مكتوبة فيها جوا
السلايدات. شو مطلوب منا داخل الاورينتيشن؟ مطلوب منا ثلاث شغلات اساسيه. اول شيء انك تلتزم بالوقت وتيجي على الموعد، يعني ما بنفع انه الاورينتيشن يبلش على 9 وفجاه نشوف واحد داخل على الاورينتيشن على 10 مثلا، هذا اكيد ما بيدخل. طبعا التاخير بينحسب من ضمن غيابات المستشفى، واحنا معانا ثلاث غيابات بعديها بصير الطالب محروم من الماده، وطبعا يعني كانه ما اخذها. مطلوب منها منا فيها طبعا انه نضل مركزين طول الوقت، يعني صحي وقت كتير طويل، وممكن يكون خلينا نحكي ممل لبعض الأشخاص لأنه هو كتير طويل، بس مطلوب عن جد إنه إحنا نركز بكل حرف بينحكى داخل الأورينتيشن، لأنه هاي المعلومة ما بترجع تتكرر معانا لقدام، يعني إحنا بناخدها هلأ وبنرجع نمتحن فيها بامتحان الريتن آخر إشي، ما بترجع تتكرر معانا كإشي نظري، فمهم كتير إنه إحنا نركز فيها. وآخر إشي طبعاً مطلوب إنكم أنتوا تكتبوا نوتاتكم وتكونوا فاهمين، وإذا أي إشي ما فهمتوه ضروري إنكم تسألوا المس عنه وتفهموا، يعني ما تطلع من الأورينتيشن مرق عليك نقطة أنت مو فاهم، ما تحكي بس أروح على البيت بفهمها، لأنه إذا أنت ما فهمت داخل المحاضرة هاي ما رح تروح على البيت تفهم، أنت غالباً رح تكون ناسي أصلاً شو المعلومة اللي أنت كنت مش فاهم. هذا بشكل عام عن الأورينتيشن. يعني الأورينتيشن بصراحة عادي ممتع، وبتقدر أنكم تتسلوا فيه. رح يكون مكانه في قاعة الندوات 1 و2، مكانهم بالطابق الثالث، بتطلعوا لهم من الدرج اللي عند الاتحاد أسهل لكم، قاعة على اليمين وقاعة على اليسار. كيف بنتوزع على القاعات؟ بشكل عشوائي عادي طبعا، هلا لأنه في شروط تباعد وكذا، فكرسي كرسي لا، بتفوت إذا بتلاقي وسع بتقعد، وإذا ما لقيت وسع في القاعة الأولى بتروح على القاعة الثانية، ما بفرق. المحتوى اللي بنشرح في المكانين واحد، الأساتذة والمسات بيتوزعوا على القاعتين. يعني لنفترض كان في عنا، لنضرب مثال، مسريم وأستاذ خالد مثلا، أوكي، مسريم وأستاذ خالد بيكونوا باليوم الأول عند القاعة الأولى، باليوم الثاني بيروحوا عند القاعة الثانية، فالكل رح ينشرح له بنفس الجودة، الكل رح ينشرح له بنفس المعلومات ومن نفس السلايدات، وإن شاء الله ما بيكون في أي اختلاف بالمحتوى. هذا بالنسبة للأورينتيشن. بالنسبة للمستشفى، أول يوم مستشفى أنا بالنسبة لي بعتبره هو يعني زي أول يوم عيد، كيف الواحد بيكون نيم أوعي جنبه وكذا وبتحمس، والله إمتى تيجي ليلة العيد وإلى آخره، تماماً أول يوم مستشفى بيكون بنفس الطريقة. رح أحكي لكم هلأ عن الأشياء الأساسية اللي أنتم بتحتاجوها في دوام المستشفى، وكل ورقة إيش الشرح تبعها، عشان أنتم تكونوا فاهمين، ويعني خلينا نحكي متهيئين للإشي القادم. أول إشي إحنا بنهتم فياته اللي هو الميديكيشن أو الأدوية. أنا كطالب أدلت ون كتير مطلوب مني أعرف اسم الدواء، إيش تصنيفه، إيش الدوزة اللي بتتاخد فيه، إيش الأمراض اللي بناخد لها هذا الدواء، تمام؟ وإيش الناس اللي ما بنعطيهم هذا الدواء؟ مثال البنادول، أنا لازم أعرف إنه البنادول هذا اسمه التجاري، ممكن يكون موجود باسم تاني زي الباندا، ممكن يكون موجود باسم تاني زي مثلاً السنب، مع إنه هو بالأخير مش أسماء واحدة وممكن تكون كتير بعيدة عن بعض، لكن الاسم العلمي لهم كلهم واحد اللي هو مثلاً باراسيتامول. مثال، تمام؟ بعدين مطلوب مني أعرف أنا لمين بعطي هذا الدواء. مثلا ممكن أحكي أنا بعطيه للناس اللي عندهم وجع، ممكن أعطيه للناس اللي مثلا مصدعين وإلى آخره. مين الناس مثلا اللي ما بنعطيهم هذا الدواء؟ هاي معلومة مش صحيحة بدي أحكيها، لا بس مثال، ممكن نحكي إنه الناس اللي بياخدوا مثلا كيماوي أو مرضى سرطان مثلا ما بنعطيهم بنادول. هاي الخمس معلومات أنا لازم أكون عارفيتها عن كل دواء. هل لازم أعرف كل الأدوية الموجودة في العالم؟ أكيد لا، لاب واحد ما بكفي إني أنا أعرف عن كل الأدوية الموجودة. في تقريباً 50 دواء أو 45 دواء المس بتحدد لكم ياهم، أنتوا بتكونوا مطالبين تعرفوهم، ورح يمروا معاكم أثناء دوامكم العملي، فأنت بتصير تربط هذا الدواء موجود عندي، فيلا أعرف عنه. هذا الدواء مش موجود عندي، مش لا يعني إنه أنا ما أعرف عنه أو ما أسأل عنه، بس ما رح أهتم فيه بنفس كمية الدواء المطلوب مني لأني أنا رح أمتحن فيه. هذا بالنسبة للأدوية. هلأ في إشي بالمستشفى اسمه الميديكيشن شيت.
الميديكيشن شيت أنا حاولت أدور على صورة إلها عشان أفرجيكم كيف بتكون، بس للأسف ما لقيت. بس إجمالا هي بيكون محطوط فياتها اسم المريض وحالته وإلى وعمره ووزنه وهكذا، وبتكون محطوطة كل الأدوية اللي المريض بياخدها شو ما كانت الأدوية، سواء كانت أدوية بياخدها من البيت والأدوية بلش ياخدها بالمستشفى، بتكون مكتوبة على هاي الورقة، وبيكون مكتوب طبعا أديب يعني كل أديب ياخدها أو عدد المرات اللي لازم ياخدها فيها، وبيكون محطوط طبعا إذا أخذها بهذا اليوم أو ما أخذها بأول يوم أو بتاني يوم. للأمانة من دوامكم في المستشفى رح يكون في عندكم زي 10 دقايق المس تشرح لكم عن هاي الورقة بالتفصيل وقدامكم، وتطبقوها على دواء، وتصيروا أنتوا بكل مرة بتداوموا فيها أو بتستلموا فيها حالة مريض تدرسوا هاي الأدوية بنفس الطريقة اللي حكيت لكم عنها المس. الإشي الثاني اللي إحنا بنهتم فياته اللي هو اللاب ريزلت. اللاب ريزلت هي عبارة عن قيم أو خلينا نحكي أرقام لفحوصات معينة، إحنا مطالبين نحفظ هاي القيم. يعني ورقة اللاب ريزلت رح أفرجيكم إياها، اللي هي اللي هي هاي اسمها ورقة اللاب ريزلت. طبعا هي عبارة عن صفحتين، أنا مطالب أحفظ كل القيم اللي فياتها، هاي اللي هي القيم الطبيعية لهذا الفحص. مثال هاي الإلكترولايت، مثال عليها المغنيسيوم. المغنيسيوم القيمة الطبيعية له هي من 1.3 إلى 2.3، فأقل منها رح يكون إلها وصف، وأعلى من هاي القيمة رح يكون إلها وصف. فأنا مطلوب مني أحفظ التصنيف العام لإلها اللي هي إلكترولايتس، اسم الفحص اللي هو المغنيسيوم، أدي قيمته الطبيعية وطبعاً الوحدة، والترمينولوجي تبعه لازم أنا أكون عارفه، وبنفس الوقت لازم أكون عارفة النيرسينج انترفنشن المناسب لهاي الحالة. يعني جاني مريض القيمة عنده للمغنيسيوم أقل من 1.3، لازم أعرف إيش التصرفات اللي لازم أتصرفها كممرض مع هذا المريض، وبنفس الوقت لو إجاني مريض قيمته أعلى من 2.3 إيش أنا كممرض لازم أتعامل فيها مع هذا المريض. طبعاً مش مطلوب منكم كل الفحوصات الموجودة بالدنيا، فقط هاي الفحوصات الموجودة بهاي الورقة. هاي الورقة بتلاقوها على الإي-ليرنينج المس نزلتها حالياً، تقدروا تفتحوها وتتصفحوها. برجع وبأكد على معلومة إنكم أنتوا لازم تكونوا حافظينها ومتمكنين منها. الطلاب اللي رح يطلعوا عند مسريم تحديداً رح تعملي لكم فيها امتحان في يوم من الأيام، فأنتوا لازم تكونوا حافظينها. هذا بالنسبة للاب ريزلت. بالنسبة للأوبجكتيف، الأوبجكتيف هي عبارة عن ورقة تمام إحنا بنسلمها بشكل أسبوعي. كل أسبوع مطلوب مني أنا أعبي ورقة اسمها ورقة الأوبجكتيف، وهلأ رح أورجيكم شكلها لقدام. أول جزء منها بعبيه في أول يوم دوام بالأسبوع، تاني جزء منها بعبيه في تاني يوم من الأسبوع. يعني هاي الورقة رح تتعبى مرتين، وهاي صورتها. أوكي، هاي هي ورقة الأوبجكتيف. طبعاً هون أكيد أنت رح تكتب اسمك، اسم الأستاذ اللي درسك، إحنا بأي أسبوع من الدوام، الأول الثاني الثالث الرابع وإلى آخره. الأسبوع عدي رقمه، مثلاً أنا ببلش بواحد وبخلص بخمسة، أنا بكتب من 1/5/10/2020. الكلينيك الفلور هو الطابق اللي أنت مداوم فيه، أنا مداوم بالطابق الثاني فبكتب الثاني، غيري مداوم بالطابق الرابع فبكتب الرابع، غيري مداوم بالطابق الثالث فبكتب الثالث. وهاي علامتك من 4، طبعاً هاي الورقة عليها 4 علامات. هذا الجزء بنعبيه بأول يوم دوام من الأسبوع. لنفترض أنا طالب دوامي هو 2/4، فيوم الاثنين لازم أداوم وأنا كاتبة هدول الثلاث نقاط. شو هدول الثلاث نقاط؟ رح نوضح لكم إياهم إن شاء الله ببوست مستقل لحالهم لقدام لما تطلعوا للمستشفى. هون باليوم الثاني من الدوام اللي هو اللي نفترض يوم الأربعاء، لازم أجي معبية هدول الخمس نقاط وهاي النوت
وهاي الفيدباك تمام؟ لازم نعبيهم ونسلمهم للمس. بالمرة الأولى اللي إحنا بنسلمها فيها للمس لما نكتب هون رح توقع لنا عليها إنه هي استلمتها بالموعد المحدد وأنا ما تأخرت عنها. بنهاية الأسبوع اللي هو يوم الأربعاء لما نعبي هدول الثلاث فراغات، المس بتاخد هاي الورقة منا وبتحط لنا عليها علامة وبتكتب لنا فيدباك هون، تكتب لنا فيدباك هي كيف شافتنا خلال هذا الأسبوع، هل أنا كنت ممتاز، كان عندي أخطاء معينة بالموقف الفلاني، هي ما حبت هذا التصرف مني، كله بتكتبه هي عند هذا الفيدباك وبترجع لك هاي الورقة وبتحتفظ فيها طبعاً عندك، بس أنت بتكون عارف كيف المس شايفيتك خلال الدوام. الNCB أكيد كلكم سمعتوا فيها، هي النيرسينج كير بلان اللي إحنا بدنا نبلش نكتب فياتها المعلومات الأساسية للمريض لحد آخر نقطة من assessment, evaluation, planning, implementing وإلى آخره. هلأ رح أفرجيكم مثال كتير سريع على الNCB بس تفصيلاتها بالضبط وكيف نعبي كل فراغ رح يكون في محاضرة كاملة من الorientation متعلقة بموضوع الNCB لحال، والإنستركترات رح يكونوا معاكم يعني حيمشوا معاكم خطوة بخطوة عشان تتعلموا تكتبوها. وبرضه بس يجي اليوم اللي انتم بدكم تكتبوا فيه على الNCB احنا رح نرجع نشرح لكم عنها مره ثانيه ورح نكون جاهزين عشان نساعدكم في تعبئتها عشان تاخذوا فيها اعلى العلامات، بس رح اورجيكم مثال كتير سريع عليها عشان تكونوا انتم في الصوره. طبعا هي 12 ورقه رح تعبوها كلها، هون بتكتب معلوماتك العامه، طبعا هون بتاخذ علامتك من 12، هاي التعليمات اللي انت لازم تلتزم فيها في كتابة الNCB، يعني مش لازم مثلا نكتب مصطلحات، مش لازم نكتب في قلم غير اللون الأزرق، مش لازم نحط فواصل ونقاط احنا ما لنا دخل فيها. هون نكتب معلومات المريض الأساسية، ليه دخل المستشفى، ايش الدياجنوسيس تبعه، اذا هو عنده اي امراض سابقة، اذا هو عنده اي عمليات سابقة، إذا في عنده أمراض بعائلته وإلى آخره، إيش الأدوية اللي هو بياخدها؟ يعني مثلاً أنا واحد مريض سكري بياخد أدوية معينة، بكتب هاي الأدوية كلها، ما بكتب بس الدواء لحاله، بكتب بياخد الدواء فلان الفلاني الأد مرات باليوم، هاي النقطة. بعدين هون بنكتب اللاب تست اللي عاملها المريض، هل شرط المريض اللي أنا استلمته يكون عامل كل الفحوصات؟ لا، بس بعبي الفحوصات اللي عاملها المريض زي ما حكيت لكم، بنكتب الفحص الصغير، بنكتب القيمة، بنحلله يعني هل هو أعلى أقل وإلى آخره، وبنكتب النيرسينج انترفينشن اللي هي أنا كممرض شو لازم أتصرف مع هذا المريض. هون برضو كمان تكمل الفحوصات، وهون إذا كان عامل المريض فحوصات تانية، مثلاً واحد لا سمح الله طبعاً عنده سرطان، هو رح يكون بكتبها هون. الصورة مش ظاهرة، إذا الصورة طالعة عندكم ممكن تحكوا لي. تمام، أنا آسفة إن الصورة ما كانت طالعة عندكم. هلأ صارت طالعة. تمام، أنا كثير آسفة بعتذر ما كنت منتبهة إنه الصورة مش طالعة، رح بس أرجع بشكل سريع أعيد لكم. كنا نحكي عن إنه الواحد بيعبي معلوماته الأساسية. هون حكيت لكم إنه بنحط معلومات المريض، بنحط سبب دخوله للمستشفى، هون رح نحط الدياجنوسيس تبعه، إذا عنده هون أي مشاكل قديمة، إذا هون عنده أي عمليات، هون أمراض العائلة تبعته، الأدوية اللي بحطها في البيت، يعني حكينا مريض السكري وإلى آخره. وهون بنحكي عن اللاب ريزلت مثل ما حكيت لكم قبل، الفحص قيمته بنحلله اذا اقل او اعلى، وايش تصرفاتك كمريض فيها. وبس طبعا مش شرط يكون عامل كل الفحوصات زي ما اتفقنا.
وهون كنت أحكي لكم إنه مثلاً نفترض مريض كان عامل خزع، أنا بكتبها هون. إذا كان عامل صورة طبقية بكتبها هون، إذا كان مثلاً عامل فحوصات معينة مش موجودة هون بكتبها. وبعدين باجي عند الأدوية، الأدوية اللي هو يعني أخذها بالمستشفى، برجع بكتب زي ما اتفقنا الاسم العام لإله، الاسم العلمي لإله، قديه بياخده مرات في اليوم، ليش بياخده، إذا في سايد إفكت معينة لهذا المرض. يعني مثلاً واحد بياخد دواء للمعدة فهذا الدواء بيعمل مثلاً وجع في المعدة، أو ممكن هذا الدواء يأثر على النظر تبع المريض، ممكن هيك أدوية تعمل، فبكتب هاي السايد إفكت هون. بعدين بكتب interventions معينة لهاي السايد إفكت، يعني إذا واحد صار عنده ضعف بالنظر بسبب هذا الدواء أنا إيش مطلوب مني أعمل، بكتبها هون وإلى آخره. هاي بالنسبة للأدوية، بيكون مطلوب منا نكتب عن 4 أدوية أساسية للمريض. إذا كان في عنده يعني أدوية أكثر من 4 بطبع ورقة جديدة وبعبيها. وهون آخر إشي، إذا كان المريض عنده كانيولا وفي عليها دواء معين فأنا لازم أكتبها هون. في بعض المرضى مثلاً بياخذوا وحدات دم فأنا لازم أكتبها هون وإلى آخره. بعدين باجي هون عند البروبلم ليست، إذا المريض عنده أي أجهزة بيستخدمها زي جهاز للتنفس، جهاز مثلاً الفولس كاثيتر، إذا مثلاً حاطط إنما، كله بكتبه هون. تمام؟ بعدين بحكي له إيش السبجكتيف داتا اللي عند المريض اللي أنا لاحظتها عليه من أول مرة. بعدين بحط الفيزيكال إكزام اللي أنا عملته للمريض، بحط إذا هو هايلي ريسك لإشي معين. يعني لنفترض واحد هو ما بيتحرك وما بيقدر يقوم من تخته، معناته هو أكيد هاي ريسك للبيت سورس أو اللي هي التقرحات. تمام؟ فأنا بكتب إنه هو معرض لهذا الخطر. بعدين هون بندخل في النيرسينج كير بلان الحقيقية، إنه إحنا بدنا نحط المشكلة ونحط السبب تبعها وإيش الدليل اللي إحنا خدناه عشان قررنا إنها هاي المشكلة. بعدين بدنا نحط جولز معينة إحنا بدنا نشتغلها مع المريض، ونحط الانترفينشن اللي إحنا بدنا نكتبها. طبعاً بيكون مطلوب بنا نكتب بس 3 مشاكل عند المريض ونتحكم فيهم. وآخر إشي طبعاً هون المس بتحط لك فيدباكس وبتحط لك العلامة النهائية لإلك. هذا بشكل عام عن الانسبي، ومثل ما حكيت لكم أنتوا رح تجربوها بيوم من الأيام الأورينتيشن، وبرضه بنفس الوقت اللي أنتوا رح تبلش تنطلب منكم أنكم تعبوها، إحنا رح نكون موجودين عشان نساعدكم ونحكي معاكم. آخر إشي بدي أحكي لكم عنه عن المستشفى اللي هو الأورال إكزام. الأورال إكزام اللي هو الامتحان النهائي. هلأ دفعة 018 لأنه صار في عليهم الكورونا وعطلوا فما أخذ الأورال إكزام، لكن هو إشي مفروض على طالب الأدلت 1. بتكون فكرة الأورال إكزام إنه بيجي الطالب بيداوم بيستلم حالة معينة أو مريض معين، وبيكون معاه ساعة ونص يطلع فيها المشكلة تبعت المريض، يطلع فياتها الفحوصات تبعته اللي هي lab results، بيكون مطلوب منه يطلع الميديكيشن تبعت هذا المريض، وبيكون مطلوب منه يعمل له physical examination. بعدين بفوت عند المس اللي بتمتحنه وبحكي لها كل المعلومات اللي هو أخذها عن المريض. يعني بفوت بحكي لها المريض فلان الفلاني، الأدوية تبعته 1-2-3، اللاب ريزل تبعته 1-2-3، أنا شفت عليه الأعراض 1-2-3، فعملت معاه الفيزيكال إكزامينيشن 1-2-3. بعدها المس بتسألك سؤال أو سؤالين عن الحالة وبخلص الأورال إكزام. مش إشي صعب للأمانة، عادي بتقدروا أنكم أنتوا تجيبوا فياته علامات عالية، وبالأدلت 1 تحديداً بيكونوا متساهلين مع الطلاب فياته لأنه أول مرة ولسه مش فاهمين ولسه مش عارفين وإلى آخره. من جديد الكلية اقترحت نظام اسمه اللي هو pre-oral، اللي هي زي تجربة للأورال إكزام عشان الطالب يكون فاهم كيف يعني بيصير الأورال إكزام، بعدها بيمتحن هو. هذا البري اورال المس بتعمله مع واحد من الطلاب الموجودين جوا الجروب، مثلا الجروب فياته 9، المس بتختار واحد منهم وبتعمل معاه اورال قدام كل الطلاب الباقيين عشان هم يفهموا كيف بيصير هذا الامتحان، وبعدها باسبوع بيكون هم امتحانهم وبيمتحنوا، وان شاء الله انكم انه ما بتتغلبوا فياته وبتجيبوا فياته علامات عاليه. بالنسبه للتقييم، هلا تقييم على 3 شغلات أساسية، وهم يا اللي بيخصفوا الطالب يا اللي بيرفعوا.
أول إشي أوعيكم، يعني ضروري جداً إنك أنت تلتزم بالسكراب الكحلي واللاب كوت الأبيض، التاج نيم والشوز الكحلي أو الأبيض، والبنات أكيد لازم يلبسوا الحجاب الأبيض، ممنوع مناكير، ممنوع ميك أب، الشباب ممنوع لحية طويلة، ممنوع شعر طويل وإلى آخره. في حال الطالب أخل بواحد من هدول الشغلات، أولاً رح يتبهدل قدام كل الطلاب طبعاً بتبهدل، وتاني شغلة بتنقص علامات. فبصراحة يعني إحنا بغنى عن هاي النقاط، بالعادة التقييم هو اللي بيرفع الطالب، يعني لو لا سمح الله خبص بامتحان الأورال التقييم بيرفعه، خبص بكتابة الان سي بي التقييم بيرفعه. فإذا هاي الشغلات البسيطة اللي إحنا ما بدنا نلتزم فياتها خسرتنا علامات، خلص معناته إحنا خسرنا علامات بكل إشي. فهم شغلات بسيطة نلتزم فياتهم وبناخد علامات كتير عالية عليهم. الحضور المبكر والالتزام، الدوام ببلش الساعة 8، كونوا 8 إلا 5 بالطابع، 8 إلا 10. ليه؟ لأنه الواحد ما بعرف شو بصير معاه، المصعد علّى، الدرج صار كتير طويل فجأة، تعرقلت في الطريق، ما عرفتش كيف تطلع وإلى آخره. فحاولوا دائماً اطلعوا قبل بوقت ووصلوا على 8 بالضبط، لأنه إذا تأخرت بعد 8 بتبلش المستحسب عليك تأخير لحد الساعة 8:30. 3 تأخيرات يعتبر غياب، بعد 8:30 يعتبر الطالب غائب عن اللاب والمس ما بتسمح له يداوم. يعني 8:30 دقيقة بتنزلك المس، بتحكي لك خلص مع السلامة ممنوع تداوم اليوم لأنك أنت تأخرت. إذا إجيت بين 8 لل 8:30 بتنحسب لك تأخير، 3 تأخيرات عن غياب و3 غيابات حرمان. طبعاً لا ننسى إنه الأورينتيشن برضه كمان محسوب من ضمن الغيابات وينطبق عليه نظام التأخير. آخر شغلة اللي هي التفاعل داخل اللاب. أنا بآمن بشغلة أو بجملة معينة، أنه الفرصة ما بتيجي لعندك، تمام؟ الفرصة أنت بدك تروح لعندها. يعني إذا المس حكت مين يجرب يعمل هذا البروسيجر، إذا أنت ما تفاعلت وحكيت أنا بجرب، وإذا أنت ما بادرت وحكيت أنا بتطوع، المس ما رح تحكي لك أنت يلا تعال. أنت لازم تكون حدا مبادر، لازم تكون حدا متحمس، حدا شابك 24 ساعة وتجرب كل إشي، لأنه مش كل مرة الفرص بتكون موجودة قدامك. إذا هاي مرة شفت مريض عنده مثلاً حالة معينة أو قدرت تطبق عليه بروسيجر معين، لا يعني إنك إذا داومت باليوم الثاني إنك تقدر تشوف هاي الحالة وتقدر تطبق عليها الشغلات الثانية. فهدول كتير مهمين إنكم أنتوا تكونوا عارفين عنهم، تمام؟ الإنستركترات والمستشفيات، هلأ لحد الآن أنتوا رح درسوكم 4 أشخاص، في حال زاد عددكم أكتر رح يكون في حدا خامس. مس ريم جرالي اللي هي المنسقة، مس نبيلة أبو العز، مس لوسع قيلان، وأستاذ إبراهيم السوري. مس ريم حدا كتير لطيف ومتعاون مع الطلاب، ومس نبيلة كذلك الأمر، ومس سندس. أستاذ إبراهيم شوي شديد في التعامل، لكن برضو هم كلهم مناح وكلهم بيعطوكم علم ومصلحتكم هي في الدرجة الأولى. المستشفيات اللي رح تداوموا فيها، مستشفى الجامعة لحد الآن، مستشفى البشير، المستشفى الإسلامي كمستشفى خاص، وبعض المراكز الصحية. طبعاً في شغلة لازم تكونوا عارفينها، إنه إحنا بنداوم two rotations، يعني جزء منا بداوم أولها بقسم الجراحة والجزء الثاني بقسم الباطني. بعد أسبوعين أو 3 أسابيع أو 4 بنقلب، الناس اللي داوم جراحة بداوم باطني، والناس اللي داوم باطني بتصير جراحة، وبرضو المسات بتغيروا. يعني أول مرة مثلاً كانت مسريم عندي، المرة الثانية ممكن يصير أستاذ إبراهيم والعكس. مثل ما حكيت لكم هم الأربعة مناح والأربعة ممتازين، وإن شاء الله أنكم أنتوا بتاخذوا منهم علم كتير كبير. كيف أدرس؟ بالنسبة للاب الأدلتون، الدراسة ما بدي أحكي لكم هي إشي أول بأول، لا طبعاً عادي، ممكن كل نهاية أسبوع تقعد مرة واحدة وتراجع كل اللي أخذته بالمستشفى. كيف؟ بتجيب الحالات اللي انت مريت عليها. يعني انا شفت مريض عنده زايدة مثلا، بجيبه بنهاية الاسبوع بقعد بدرس كل اشي عن الزايدة. شفت مريض مثلا شايل الثايرويد جلاند، باجي يوم الجمعة مثلا او السبت بقعد باخد بدرس كل اشي عن الثايرويد جلاند، وهكذا. هذا الاشي اللي كتير مهم انك تدرسه بالبيت. بالمستشفى اهم اشي انكم تضلكم تطبقوا فيزيكال اول باول. الادويه ما تطلع من عند مريض انت مو عارف شو الادويه تبعته، فاهم ليش هذا المريض اخذ هذا الدواء. ما تحكي ما بعرف ليش اخذ هذا الدواء او ما بعرف شو هذا الدواء اصلا. الاعراض مثلا، اربط المرض اللي انت عم تدرس عنه او شفته عن هذا المريض بالاعراض اللي شفتها عليه. ليه مثلا هذا المريض صار عنده هذا العرض؟ هل هذا العرض اشي اجباري للمرض ولا ممكن انا ما أشوفه عند ناس تانيين؟ هل هو إشي أساسي ولا إشي ثانوي؟
هاي نقطة مهمة. وآخر شغلة اللي هو التواصل مع المريض، كثير مهم إنه أنت لما تفوت تحكي مع مريض أو بدك تتعامل معه إنك أنت تحكي، خلينا نحكي بأسلوب مناسب تحبب المريض فيك عشان يقدر يعطيك معلومات. المرضى يعني زي ما تعرفوا مرضى، فهم أكيد عارفين حالهم، بيكونوا بمرحلة من المراحل. فبالتالي أنا إذا ما حكيت معه بأسلوب منيح وبكلام لطيف وبالمداراة خلينا نحكي، أوكي، ممكن هو ما يعطيك الداتا اللي أنت بدك إياها، فبالتالي أنت بتخسر. يعني المريض مو خسران إشي، أنت بتخسر، لا أخذت علم ولا تعلمت الإشي اللي أنت بدك إياه. فهاي نقطة كتير 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 مهمة في التواصل مع المرضى، وصارت في كتير أماكن إنه يعني مرضى معينين يجي طالب يحكي معاهم يرفضوا قطعاً إنهم هم يحكوا معاه وخلوه يروح جنب، يجي طالب تاني يحكي معاهم بأسلوب مختلف يوافقوا ويعطوه كل الداتا اللي بدهم إياه. فهاي نقطة كتير مهمة أنتوا لازم تعرفوا. توزيع العلامات عندكم 50 على امتحان الريتن، هذا بأوقات الكورونا. في حال ما صارت الكورونا يعني زي ما أنتوا هلأ بدكم تداوموا، بتصير 30 لامتحان الريتن، 20 على الأورال إكزام اللي حكيت لكم عنه، 12 علامة على الانسي بي، 15 علامة على التقييم، تشمل اللبس، الالتزام بالحضور، التفاعل جوا اللاب اللي حكيت لكم عنه. كل ما كنت متفاعل أكثر، مبادر أكثر، متحمس أكثر، كل ما كانت علامتك بالإيفالويشن أكثر. الطالب النايم، الطالب النايط، الطالب اللي بتأخر علامته بالإيفالويشن بتنخفض. وياما طلاب زبطوا بالإنسي بي وزبطوا بالأورال وإجا الإيفالويشن خسفهم، وياما طلاب خبصوا بالأورال والإنسي بي وإجت الإيفالويشن رفعتهم. هاي نقطة كتير مهمة. الأوبجكتيف عليها 3 علامات، بس بدكم تكونوا عارفين إنه 3 علامات أو هم 4 يمكن، مش متأكدة بالضبط. كل ورقة بتسلموها بالأسبوع عليها 4 علامات، بعدين بيجمعوا مثلاً 5 ورقات اللي سلمتوهم وبيقسموهم على 5 مثلاً، فبتطلع العلامة من 3. يعني تأثير العلامة شوي بسيط بالأوبجكتيف، بس طبعاً هي كتير مهمة لإلكم عشان أنتوا تفهموا شو بتعملوا خلال الأسبوع في المستشفى. آخر إشي رح أحكي لكم عنه أو يمكن قبل الأخير، هي مواقع كتير مهمة إنكم أنتوا 24 ساعة تكونوا شابكين فيها، تمام؟ ليه؟ لأنها هاي المواقع اللي رح تاخدوا منها كل المعلومات. أول إشي عندكم الناندا. الناندا هي ورقة محطوطة فيها كل الدياجنوسز بالعالم المعتمدة، يعني من خلينا نحكي بين كل الدول، يعني كل الناس تستخدم نفس الناندا. فهاي ورقة برضو بتلاقوها على الإي-ليرنينج، لازم تكون PDF على موبايلكم، مو شرط تطبعوها عشان تاخدوا منها الدياجنوسز. موقع اسمه نيرسز لاب. نيرسز لاب هو بيعطيكم الحالة، مثلا لنفترض واحد عنده مثلا ستروك، جلطة، بيعطيك الباثوفيسيولوجي تبعتها، يعني الاسسمنت والدياجنوسز والبلاننج ومن هاي الشغلات كاملة. بعدين في عندكم موقع هيلث لاين. موقع هيلث لاين بيعطيكم معلومات عن الأمراض، سواء الأدوية سواء الفحوصات. أكثر إشي بتلاقوا في الهيلث لاين هو الفحوصات المطلوبة لكل مرض وتعريف عام فياته. في كتاب هو صغير كتير كتير كتير، بنحط حتى في جيبتي لاب كود، اسمه دريك جايد، بتلاقوا فياته كل معلومات الأدوية. ما في معلومة بتحتاجها عن الأدوية إلا بتلاقيها فياته. كل الأدوية في العالم موجودة بالدريك جايد، هو سعره 10 دنانير، بنشره من مكتبة الاي بي سي. بفيدكم كثير، بفيدكم بأدلت 1 وأدلت 2. أنا شخصياً بنصح إنه الطالب يكون معاه كتاب الدريك جايد الخاص فياته. وبرضه في على وقت 0-18 لما كانوا هم أدلت 1، عملنا ملف للأدوية، جبنا معلومات من الدريك جايد ورتبناها للأدوية اللي إحنا بنحتاجها في أدلت 1. تقدر تستفيدوا من الملف، تقدر تستفيدوا من الدريك جايد إذا أنتوا حابين تخلوا الكتاب عندكم. مثل ما حكيت لكم عن أول حالة بتستلموها، مهم جداً جداً التواصل، الكوميونيكيشن مع المرضى، ما تحسس المريض خلينا نحكي بالقرف. يعني إحنا بالأخير عم نتعامل مع مرضى ضعاف، ممكن أنا أفوت عند مريض مثلاً عنده قدم سكرية، أنا مضطر أنظف له الجرح تبعه، ممكن هاي القدم السكرية يطلع منها دم، ممكن يطلع منها بس، ممكن يكون شكلها العام مش مناسب. إذا أنت بتحسس المريض بالقرف خلينا نحكي، وأنا آسفة أني عم بستخدم هذا المصطلح بس هو هذا اللي بيصير، أنت هيك بتكون خسرت المريض. وعادي ممكن المريض يحكي لك تفضل برا اطلع ما بدي أشوفك، وأنت هيك خسرت التدريب العملي على هاي الحالة.
فحاولوا قدر الإمكان إنكم ما تحسسوا المرضى بهذا الإشي، حتى لو كان الإشي خلينا نحكي مؤذي شوي لإلكم، لأنه يعني بالأخير إحنا بشر وممكن الإشي نواجهه في حياتنا. مهم جداً تتعامل بلطف مع المرضى. عادي ممكن أنت تكون تحكي مع مريض فجأة تلاقيه صرخ مثلاً من شدة وجعه، ممكن يحكي لك كلمة ما تعجبك، إحنا بالأخير يعني مضطرين نتحمل. برجع بحكي لكم، كلامكم الحلو مع المريض هو زي مفتاح للتعامل معه، إذا أنت حكيت معه كويس هو بيمشي معك مثل ما بدك والعكس، وطبعاً إذا هو مشي معك مثل ما بدك رح يسمح لك تعمل عليك كل البروسيجرات اللي أنت بدك إياها، وبالتالي أنت المستفيد الأول والأخير. مهم جداً تعرفوا حالة المريض وتعرفوا الأمراض المرض تبعه والأدوية واللاب ريزلت مثل ما حكيت لكم. وكتير كتير كتير مهم تطبقوا الفيزيكال. هاي أنا بحكي لكم، ما تطلع من أدلت 1 مش متقن الفيزيكال، لأنك إذا طلعت من أدلت 1 مش متقن للفيزيكال، في أدلت 2 رح تاكل هوا، حرفياً رح تاكل هوا، لأنه أدلت 2 ما بيعلموك بالتفصيل الممل زي أدلت 1. أدلت 1 بيمشوا معاك خطوة بخطوة، ممكن تحكي للمس تعالي معاي لو سمحتي بدي أورجيكي كيف بعمل، ممكن المس تساعدك وإلى آخر. هذا بشكل عام عن أول حالة بتستلموها. إحنا سمعنا إنه أنتوا عندكم الفورما، أو أغلبكم نزل الفورما، فهلأ رح نحكي لكم عنها، بس قبل بدي أجاوب على كل الأسئلة اللي إجت على الكومنتات. في بنت بتسأل في احتمالية اللاب يصير أونلاين، حكيت لكم قبل اللاب ما مش معروف، يعني حسب قرارات التعليم العالي. جماعة اثنين أربعاء ما يجوا الأحد، ما في داعي أبدا تيجوا الأحد، أول يوم أورينتيشن بالنسبة لكم هو يوم الاثنين، الأحد ما في، لازم نلبس سكراب واللاب كوت في الأورينتيشن، ما في داعي تلبسوا السكراب واللاب كوت. بالمستشفى أكيد، بالأدلت 1 بناخد نفس الأدوية على مدار كل السنوات؟ لا طبعا، أدلت 1 له أدوية خاصة، بس تطلع على أدلت 2 رح تتوسعي أكثر في الأدوية. يا ريت تحفظوا البث، رح نحفظ إن شاء الله. مش أول أسبوعين صح الالتزام بالسكراب واللاب كود، أول أسبوعين أورينتيشن ما رح تلتزموا بالسكراب واللاب كود، بأواعي عادية أول يوم دوام مستشفى هو اللي بتتحاسبوا فيه على السكراب واللاب كود. بالنسبة للشوز اللي عنده مشكلة في قدمه ولازم يلبس بوت رياضة بدون رباط، مسموح أصلاً الرباط ممنوع، يعني ممنوع تلبس بوت برباط باللاب، لازم بوت بدون رباط. بالنسبة لتدابير السلامة، مس ريم رح تخبركم بكل هاي التدابير في أول يوم أورينتيشن، ما حدا بيعرف بالضبط شو الإجراءات. رح نحفظ البث أكيد، هاي المصادر بتكون على الإي ليرنينج، كل إشي شرحت لكم عنه اللي هي اللاب ريزلت، الأدوية المطلوبة منكم، الأوراق اللي شرحت لكم عنها كلها موجودة على الإي ليرنينج. في داعي نراجع الباث والبري أدلت، من البري أدلت كتير بفضل إنه الطالب يراجع الفلويدز والإلكترولايتس، بفضل إنه يراجع البين مانجمنت، هدول كتير مهمين. وبس بالنسبة للباثو، فأنت كل مرض بتستلمه في المستشفى بتراجعه من كتاب الباثو، يعني استلمت مثلاً إشي في الريسبيراتوري سيستم بترجع لكتاب الباثو وبتقرأ بشكل عام عن المرض، وبعديها بتكون الأمور في السليم. بتنصحينا ندرس إشي زي الفيزيكال أو باثو قبل ما نداوم عملي عشان نراجع معلوماتنا؟ أنصح وبشدة بمراجعة الفيزيكال، أنصح وبشدة، يعني ما تطلع على أدلت 1 مش مراجع الفيزيكال، كتير 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 مهم، تمام؟ بعتمد على الباثو كتير ونراجع الفيزيكال، برجع بعيد، الفيزيكال كتير مهم إنكم تراجعوه، الباثو لما تستلموا المرض، لما تستلموا حالة معينة بتراجعوا الباثو تبعها. في حال بالمستشفى احتجتوا معلومة عن الأمراض، هيلث لاين أو نيرسز لاب بفيدوكم، مسموح طبعاً تفتحوا على المواقع هاي داخل المستشفى وطولوا معلومات منها. ممكن كتاب الفيزيكال بدي أفرح أنزل لكم كل الملفات اللي حكيت لكم عنها هلأ على جروب إن شاء الله، بس يخلص البث. هذا إجمالاً بالنسبة لأدلت 1، يعني للأمانة أنا بتمنى لكم عن جد يكون فصل موفق في خلال هاي التجربة. أنا شخصياً رح أكون معاكم أول بأول بكل خطوة أنتوا رح تمشوا فيها، بأول يوم دوام، بأول أوبجكتيف، بأول NCP، بالأورال إكزام، رح يكون معاكم خطوة بخطوة. أنا الحمد لله رب العالمين جبت المادة برمز كتير ممتاز، فرح أفيدكم من الأشياء اللي خلينا نحكي اللي أنا مشيت عليها، ورح يعني أدلكم عليها، وإن شاء الله إنه بتقدروا كلكم تجيبوا رمز عالي. الأدلت 1 مادة سهل جداً جداً إنه الطالب يحصل فيها الـA إذا كان ملتزم بالأشياء اللي حكيناها في هذا البث. كل التوفيق لكم،
هلأ رح ننتقل لأي شيء تاني. طبعاً أنا جاهزة لأي استفسار عندكم في أي لحظة في أي وقت، هاي أكاونتي موجود والجروب موجود، وإن شاء الله إنه إحنا بنجاوبكم على كل شيء. شكرا لك اخت تسنيم على المعلومات القيمه اللي قدمتيها، وان شاء الله يا رب تكون استفدتوا اجمعين. وهسه اجى دور ماده الفارما يا جماعه، راح يحكي لنا عنها ان شاء الله اخونا باسل. باسل اخوي تفضل. يعطيكم العافيه جميعا يا جماعه. راح نحكي لكم هسه عن ماده الفارما، شويه حكي على السريع ان شاء الله، مش رايحين نطول فيها كثير. زي ما سمعتوا لما شرحوا عن مادة الأدلت وان، في جزء كبير منها كان على الميديكيشن. فالمادة كتير مهمة في تخصصنا، الميديكيشن إحنا كتير مهم في تخصصنا. ليش؟ لأنه أنا بدي أتعامل مع المرضى، والمريض هذا أكيد راح يأخذ دواء، فبالتالي أنا لازم أعرف شو هذا الدواء اللي بأخذه المريض، ليش بعطيه للمريض، شو أثاره، لإيش استخدامات الأدوية، وهي الأشياء اللي هسه راح نتطرق لها. بالبداية هي مادة، هاي المادة اسمها مادة علم الأدوية، وهي مادة طب أكيد من متطلبات الكلية الإجبارية، فللأسف راح تكون أونلاين. عدد ساعاتها هي 3 ساعات على الخطة. حتى تنزلها شو لازم تكون مخلص؟ لازم تكون مخلص بيوكيم ومخلص فيسيو. فإذا أنت مخلص بيوكيم وفيسيو بإمكانك تنزل هاي المادة. شو بتفتح؟ ما بتفتح شيء. طيب رح ننتقل هسه للدكاترة اللي رايحين يعطوها. غالبا ما في إشي لسه مبين 100%، بس غالبا رح يعطيها الدكتور سهيل زميلي، وفي احتمالية إنهم يعطوها 3 دكاترة مع بعضهم، يعني بتوزع المادة عليهم، ومن بينهم رح يكون الدكتور منير غالبا رح يعطيكم المقدمة. طيب هاي المادة عن إيش رح يشرحوا لكم فيها، أو شو مضمونها؟ هي كمادة فارما شو مضمونها؟ في البداية رح يشرحوا لكم مقدمة بسيطة عن علم الأدوية وتعريفات خاصة بعلم الأدوية. بعدين بتوسعوا شوي كيف يخشوا على مصطلحات زي الفارماكوداينامكس والفارماكوكايناتكس، اللي هم كيف مثلاً بيأثر الدواء على الجسم وكيف بيأثر الجسم على الدواء، عمليتين متعاكستين بيشرحوا لكم فيها وبتوسعوا شوي صراحة فيها. بعد هيك رح يحكوا لكم غالباً، مش دائماً بيحكوا عنه هذا الموضوع، اللي هو drug development، يعني كيف تطور، كيف تطورت الأدوية عبر مرور، يعني عبر مرور الزمن. بعد ما تخلصوا هاي 3 مواضيع بتدخلوا على الأدوية بشكل يعني عام وبشكل أوسع، بتبلش تأخذوا مثلا أدوية، هذا الدواء كيف بيشتغل، آلية عمله، شو استخداماته، الدوز تاعته، وين بيشتغل في الجسم، شو الفوائد لهذا الدواء، وشو الآثار الجانبية. تمام. ومن هاي الأدوية اللي رايحين يشرحوا لكم عنها، غالباً بيشرحوا لكم موضوع واسع جداً اللي هو الأوتونوميك سيستم أوف ذا فارماكولوجي، يعني الفارماكولوجي للأوتونوميك سيستم، اللي هم بيشرحوا فيها عن الأسيتايل كولين وعن الأدرينالين والنور أدرينالين وهاي الأشياء والأدوية اللي بتختص عنا في الأوتونوميك سيستم. بعد هيك رايحين ننتقل لأدوية القلب والضغط، فبيشرحوا لكم عن الأنتي هايبرتنسيف agent. تمام. بعد هيك ممكن يشرحوا لكم عن أدوية الإسكيميك هارت ديزيز. بعدين بنتقلوا للأنتي أريثميك دراجز. طبعا هاي ترتيب السلايدات كان على الفصل الثاني في السنة الماضية، وفي الصيف كمان كانت نفس الشيء، وطبعا هذا الترتيب للدكتور منير الغرايبة. بعد ما يشرحوا لكم عن الأنتي أريثميك دراجز راح يشرحوا لكم عن الديوريتكس اللي هي مدرات البول، وكيف تشتغل ووين بتشتغل بالضبط. بعد هيك بدخلوا على CNS depressant، يعني الأدوية اللي بتتحكم في CNS. وبعد هيك بنروح على الأوبيويد والأنالجيزيكس، وبنروح على كمان اللي هي أدوية التخدير. بعد هيك بننتقل لجزء كبير اللي هي أدوية المعدة اللي هي GIT drugs، يعني الأدوية المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي من تقرحات من التهابات وما إلى ذلك. وفي النهاية بيحكوا لكم عن أدوية الديابيتس ميلتس، بيشرحوا فيه. طبعا انتوا هذا الأدوية هاي تاعت الديابيتس راح تكون مرة عليكم في الأدلت ون النظري، فراح تشوفوها كتير سهلة وكتير المادة راح تستمتعوا فيها، بس راح تكون شوي بدها دراسة، بدها متابعة أول بأول،
لأنه المادة شوي طويلة. بعد هيك رايحين ننتقل لتقسيم العلامات. زي ما هو معروف غالباً راح يكون عندنا 20 علامة كويز، يعني 30 علامة للميد و50 في الفاينل. طيب بيجي الطالب بيسأل نفسه أنا كيف بدي أدرس هاي المادة ومن وين أدرسها؟ طبعاً المادة بما أنها مش مادة تخصص وهي مادة متطلب إجباري فراح تكون أونلاين تمام، وراح يشرحوها على التيمز أو على الزوم، وهذا بناء على أو راح يكون لها فيديوهات للشرح تمام، يا إما تيمز أو زوم أو فيديوهات شرح تنزل لكم مثلاً على جروب مادة أو على إشي تمام. هذا الإشي بيعتمد على الدكتور راح يعطيه. طيب ظل آخر شغلة رايحين نحكي عنها اللي هي مصدر الدراسة لمادة الفارما. مصدر الدراسة لمادة الفارما في مصدر وحيد اللي هو سلايدات غالباً، في ناس ترجع للكتب بس إنه الكتب كتير كبيرة وكتير معقدة. إذا أنت درست سلايد بالإضافة للملاحظات اللي راح تكتبها أنت ورا الدكتور أو مع الدكتور كافي وبزيادة، وبنضمن لك تجيب الA إذا أنت درست على سلايدات وضفت النوتات. أي حد عنده سؤال عن هاي المادة بإمكانه يكتب لنا في التعليقات حتى نجاوبكم عليها. وهيك بكون خلص معنا البث، بس لحظة حتى نشيك على الأسئلة إذا في أسئلة. غالباً ما في أسئلة بخصوص المادة، فيا جماعة هاي المادة كثير مهمة وراح تستمر معنا في الأدلت 1 والأدلت 2 وفي المكثف، كل مواد التمريض بتمر معنا مادة الأدوية والفارما والميديكيشن تمام، فلذلك اهتموا في المادة، والمادة كثير مهمة بتفيدكم خاص نصف الأدلت 1، يعني إذا بتتبعوا هون وهون راح تستفيدوا منها. أي سؤال اكتبوا لنا إياه في التعليقات، نتمنى لكم فصل إن شاء الله مليء بالإنجازات وربنا يوفقكم جميعا. واي حدا عنده سؤال برضه بيقدر يكتب لنا اياه في الكومنتات بعد ما ننهي الاجتماع. يعطيك العافيه باسل، شكرا لك. احنا هيك بنكون انهينا البث يا جماعه. مثل ما حكينا اذا عندكم اي سؤال فاحنا جاهزين ان شاء الله ان نجاوبكم. البث راح نحفظه وننزل لكم اياه ان شاء الله خلال ساعه على الجروب، واحنا معاكم ان شاء الله اولا باول، ونتمنى لكم كل التوفيق. يعطيكم ألف عافية وشكراً لأنكم أعطيتونا ساعة من وقتكم.